هيئة الأرصاد الجوية بتتوقع أن النهاردة يكون الطقس حار رطب نهارا على أغلب الأنحاء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد ومعتدل الحرارة رطب بالليل. خلينا نعرف تفاصيل أكثر عن الجو النهاردة من الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. دكتورة منار، صباح الخير عليكي. صباح الخير على حضرتك دكتورة منى، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بك يا فندم. أهلا وسهلا بحضرتك. أخبار الجو إيه النهاردة؟ احنا طبعا بنشهد استقرار في الاحوال الجويه بشكل كبير في معظم محافظات الجمهوريه، كمان اجواء خريفيه تعتبر فيها قيم درجات الحراره حول المعدلات الطبيعيه للوقت ده من السنه او حتى اعلى من المعدل بحوالي درجه، لان اليوم متوقع العظمى على القاهره الكبرى هتكون 33 درجه مئويه خلال فتره النهار، وده بسبب ان احنا بنتاثر بالكتل الهوائيه الشماليه القادمه من على البحر المتوسط من جنوب اوروبا، لكن الكتل دي وهي بتمر على البحر المتوسط تحمل بكميات كبيره من بخار الميه، فده بيؤدي لوجود نسب رطوبه في الجو. فوجود نسب رطوبه في الجو حتى لو هي بدات تنخفض عن الاسابيع الماضيه واللي هي بتتجاوز 80% في الاماكن الساحليه في القاهره الكبرى والوجه البحري من 70 ل 75%، لكن وجود نسب رطوبة في الجو ما زال بيخلينا نحس أن قيم درجات الحرارة أعلى من 33، لو تكون 34 أو 35 درجة مئوية. ويمكن كل ما اتجهت جنوبا كل ما نسب رطوبة قلت وكل ما قيم درجات الحرارة زادت، عشان كده بنقول أن الطقس فترة النهار وتحديدا في وقت الظهيرة هو طقس حر رطب في الأماكن الشمالية اللي هي السواحل الشمالية، محافظات الوجه البحري، القاهرة الكبرى، شمال الصعيد، شديد الحرارة في جنوب الصعيد وجنوب سيناء، ده بيكون في فترات النهار وتحديدا كمان في وقت الظهيره مع شده الاشعاع الشمسي. فترات الليل هي اللي حصل فيها تحسن بشكل كبير في الاحوال الجوية. يعني في الاماكن المفتوحه بنحس بلسعه بسيطه كده بالليل من مش هنقول من البرد، بس بنقول من الجو الحلو او النسمه اللي احنا حاسين بيها كويس اليومين دول. بالفعل قيمة درجة الحرارة الصغرى فترة الليل بدأت تنخفض، بدأنا نسجل قيم درجات حرارة صغرى 22 و23 درجة مئوية، مع وجود كمان نشاط للرياح بيكون معانا فترات المساء، ده كان موجود معانا أمس متوقع يكون معانا اليوم. سرعات الرياح مش عالية بشكل كبير، تتراوح من 30 ل 35 كيلومتر على الساعة، دي بتنطف الأجواء وتخلينا نحس بنسب رطوبة أقل، فعشان كده بنقول الأجواء فترة الليل حسينا فيها بتحسن واعتدال كامل في الأحوال الجوية، أجواء معتدلة في كل محافظات الجمهورية، كمان بالفعل بعض المدن الجديدة الأماكن المفتوحة نقدر نقول إن فيها بعض البرودة الخفيفة جدا، وخاصة في فترات الليل المتأخر أو فترات الصباح الباكر. الشبورة المائية ما زالت هي الظاهرة الجوية المؤثرة معانا في فترات الصباح الباكر وساعات الليل المتأخر على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وبتؤدي لانخفاض طفيف في الرؤية الأفقية، لكن هي سرعان ما بتختفي مع سطوع أشعة الشمس، يعني من الساعة 7-8 صباحا الشبورة المائية بتختفي، الرؤية الأفقية بتتحسن على أغلب الطرق. النهارده تحديدا في اعتدال كامل في حركة الملاحة البحرية على البحر الأحمر والبحر المتوسط، مؤهلين تماما لأعمال الصيد والملاحة البحرية وأعمال التنزه، ارتفاع أمواج لا يتجاوز 2 متر، الأحوال الجوية مستقرة بشكل كبير، ويمكن على مدار كمان الأيام اللي جاية هنحس بمزيد من الانخفاضات في قيم درجات الحرارة، يعني احنا مكملين عظمى على القاهرة الكبرى لحد يوم الحد اللي جاي 33 درجة مئوية، مع يوم الاثنين والثلاث والاربع يعني مع نهاية الأسبوع أو من منتصف الأسبوع لنهاية الأسبوع هتكون 32 و30 درجة مئوية، هتنخفض قيم درجات الحرارة. ده الوقت للولاد وهما نازلين المدارس يطلعوا الجاكيتس الخفيفة بقى؟ نبدأ بقى نقول إن احنا للناس اللي بتخرج فترات الصباح الباكر الطلبة وهم رايحين المدارس يفضل يبقى الملابس خريفية مش الملابس اللي هي بتبقى بنص كم، لأن احنا هنحس بالبرودة الخفيفة فترات الصباح الباكر خاصة من منتصف الأسبوع اللي جاي، فمهم جدا في الفترة دي ناخد بالنا من نوعية الملابس، وخاصة اللي بيخرجوا في فترات الصباح الباكر أو بيرجعوا من أشغالهم فترات الليل المتأخر، لأن هيكون في فرق في قيم درجات الحرارة بين النهار والليل، الفرق ده هنحس بيه بشكل كبير، ده ممكن يصيبنا بنزلات البرد، فناخد بالنا بقدر الإمكان من نوعية الملابس، ومهم المتابعة الجيدة للنشرات الجوية في الوقت ده، لأن احنا في الخريف، والخريف رغم إن هو فصل الاعتدال في درجات الحرارة لكن معروف ان هو فصل التقلبات الجويه الحاده والسريعه، وارد جدا يحصل تغير في الاحوال الجويه من يوم للتاني، ف
فلازم المتابعه الجيده للنشرات الجويه، واكيد طبعا القياده بتكون بهدوء تام فتره الصباح الباكر مع وجود الشبوره المائيه، ونتابع كافه تعليمات المرور، نشغل كشافات الشبوره الموجوده في السيارات ان شاء الله. مش كمان فرص الامطار مش هتكون موجوده معانا لحد منتصف الاسبوع، لكن وارد مع منتصف الاسبوع يوم الثلاثاء اللي جاي تبدا معانا فرص الامطار الخفيفه على بعض الاماكن الساحليه، واللي بتبقى هي يعني اجواء اشبه بالاجواء الخريفيه، ما بتاثرش تماما على اي طقس خريفي بامتياز، ما فيهوش اي مفاجآت زي ما احنا متعودين، التقلبات بسيطة بتكون موجودة. كل الشكر ليكي الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية. ودلوقتي مشاهدينا خلينا نتابع مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة النهاردة. نبدأ بالقاهرة العظمى فيها 33 والصغرى 24، العاصمة الإدارية 33-23، الإسكندرية 30-22، والعالمين 30-21، معانا مطروح 29-23، دمياط 31-24، بورسعيد 30-25، والإسماعيلية 35-22. السويس العظمى فيها 34 والصغرى 23، العريش 30-21، كاترين 30-17، طابة 31-25، حلايب 32-26، شلاتين 34-27، شرم الشيخ 36-27، والغردقة 35-26. الفيوم العظمى فيها 33 والصغرى 22، بني سويف 33-21، الوادي الجديد 36-25، أسيوط 34-21، سوهاج 36-23، قنا 39-24، الأقصر 39 والصغرى 24، أما أسوان العظمى فيها 40 والصغرى 25. واضح أن فصل الصيف مكمل في محافظات الوجه الإبلي، لكن يمكن محافظات الوجه البحري ابتدى الجو فيها يتحسن.